السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض الجزء الثاني من البوكلت الأول من نماذج الوزارة 19-20. توقفنا في الجزء الأول على سؤال رقم 19، تمام؟ مكملين مع السؤال رقم 20. أجب عن أحد السؤالين من بين ألف وباء. أكتب المصطلح الجغرافي الدال على العبارة الآتية. سؤال بيقول: شكل من أشكال الدول غالباً ما يؤدي إلى بعض المشاكل السياسية وقد يساعد على تنوع المناخ. الله، مشاكل سياسية وتنوع إنتاج ومناخ، أو مناخ وإنتاج. تعالوا كده نشوف إحنا درسنا إيه في أشكال الدول اللي ليها مميزات وليها عيوب. لو أنا شفت بعض المشاكل السياسية، أنا عندي شكل الدولة الجيب بيعمل مشكلات سياسية، تمام، لكن ما فيهوش تنوع مناخ وانتاج. ايه الشكل اللي معايا فيه تنوع مناخ وانتاج؟ هو شكل الدولة الشريطي او المستطيل زي ما ذكرنا في دولة تشيلي. يبقى شكل من اشكال الدول غالبا ما يؤدي الى بعض المشاكل السياسية وقد يساعد على تنوع المناخ والانتاج، الشكل المستطيل او الشريطي. السؤال الثاني: شكل من اشكال الدول التي تكون فيها اراضي الدولة الواحدة غير متصلة جغرافيا. الشكل اللي بتكون فيه أراضي الدولة غير متصلة جغرافيا، الشكل المجزأ، وده سؤال واضح. سؤال 21، بما تفسر تتعدد وظائف الحدود البحرية؟ الحدود البحرية حقيقة ليها أهمية كبيرة وليها وظائف كبيرة، تمام؟ لما نشوف أول حاجة في وظائف الحدود البحرية، هقول إن الحد البحري له مجموعة من الوظائف. أول شيء في الوظائف انه بيحمي الدولة من السفن المشبوهة. اتنين، بيضمن للدولة حقوق عسكرية وحقوق اقتصادية. الاقتصادية زي استخراج الموارد والثروات زي الاسماك والبترول والغاز الطبيعي، تمام. بيقي الدولة من اي اوبئة او امراض، لان السفن القادمة داخل المياه الاقليمية للدولة بتخضع للتفتيش. لو انا جيت وضفت أهمية تانية للحد البحري، هقول إن النزاع على الحد البحري لا يكون مع دولة واحدة وإنما يكون مع كل دول العالم. آخر أهمية للحد البحري بوجه عام، مش الوظيفة بس، أنا ذكرت الوظائف في الأول. آخر أهمية إنه زادت أهمية الأرصفة القارية والمياه المحيطة وبعض المياه العميقة في الآونة الأخيرة نظرا للاكتشافات البترولية واستخراج الثروات مثل الأسماك. سؤال 22، دلل الحماية الاقتصادية هي إحدى وظائف الحدود السياسية. طبعا الحماية الاقتصادية هي إحدى وظائف الحدود السياسية، هقول له باختصار إنه من خلال الحد بيتم تحديد نصيب كل دولة من الموارد. الحد بيحدد لي موارد دولة الأرجنتين وموارد دولة تشيلي زي ما هو واضح. ظهرت هنا موارد بتاعة الأرجنتين، ظهرت هنا موارد بتاعة تشيلي. اثنين، مراقبة السلع في الاتجاهين سواء كان الداخل او الخارج، دي وظيفة كبيرة من وظائف او من اهمية الحد الحدود بوجه عام، وظيفة اقتصادية، تمام. ثلاثة، تحديد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج بيحمي المنتجات والسلع المحلية. ايضا الوظيفة الرابعة والاهمية الرابعة اللي من الوظيفة الاقتصادية للحدود السياسية هي حماية المواطنين من خلال فحص البضائع والمنتجات المستوردة وتحديد جودتها، ده بيحمي صحة المواطنين. خمسة، بيقول لي هنا انه من اهم وظائف الحماية الاقتصادية ومن اهم وظائف الحدود بالنسبة للحماية الاقتصادية، وهي انه لكي لا تتضارب مصالح الدول لابد وان تحدد حدودها بدقة، تمام، وخاصة طبعا من خلال عقد الاتفاقيات الخاصة بنصيب كل دولة من الموارد حتى لا يقع ما بينهم مشكلات زي مثلا الموارد والبترول اللي ظهر في منطقة الخليج العربي، أو البترول اللي ظهر ما بين ليبيا وتونس، ودي مشكلة كبيرة وتعرفنا عليها في المنهج بتاعنا، أو حتى البترول في منطقة بحر الشمال أو في خليج المكسيك. تعالوا نروح على سؤال رقم 23، وحدد الأثر الناتج عنه. قيام الثورة الصناعية بالنسبة للحدود السياسية. اللي ترتب على قيام الثورة الصناعية بالنسبة للحدود السياسية كلمتين:
أدى قيام الثورة الصناعية إلى ظهور ما يسمى بالمسح الميداني. إيه هو المسح الميداني؟ المسح الميداني هو القياس الدقيق، تمام، إن أنا بقيس الحدود بدقة. سؤال 24، ماذا كان يحدث إذا؟ إيه اللي كان هيحصل لو؟ لم تكن بلاد القوقاز غنية بالبترول خلال الحرب العالمية الثانية، اللي كان هيحصل لو كانت بلاد القوقاز، تمام، مش غنية بالبترول، لم تكن بلاد القوقاز غنية بالبترول خلال الحرب العالمية الثانية. هنحكي الحكاية وبعدين نقول الإجابة بسرعة. الحلفاء كانوا بيحاربوا ضد المحور، ألمانيا هي المحور والحلفاء بريطانيا وفرنسا. ألمانيا تسارعت أو سارعت للسيطرة على بترول منطقة القوقاز أملا في السيطرة على بترول تلك المناطق والانتصار في الحرب. يبقى يا مستر كده لو المنطقة دي ما فيهاش بترول يبقى إيه اللي كان هيحصل؟ هقول له لم يلعب البترول دورا بارزا في مسار الحرب العالمية الثانية. 2، لم تتجه الدول المتحاربة مثل ألمانيا للسيطرة على البترول منطقة القوقاز للانتصار في الحرب. أوكي؟ طيب، تعالوا نشوف سؤال 25. سؤال 25، ظلل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة من الصناعات الكيماوية ذات الأثر الاستراتيجي. أنا عندي في درس الثالث المقاومات البشرية للدولة الصناعة، وجايب لي هو 3 أنواع من الصناعات: صناعة تنقية المعادن، تمام، صناعة صهر المعادن وتنقيتها زي الحديد والصلب والألومنيوم، دي صناعة استراتيجية. جايب لي صناعة تانية زي الصناعات الهندسية اللي هي صناعة السيارات والطائرات، زي جايب لي صناعة تالتة وهي صناعة الصناعات الكيماوية زي صناعة المتفجرات وصناعة الصواريخ. تعالوا نشوف السؤال هنا بيقول إيه. من الصناعات الكيماوية ذات الأثر الاستراتيجي الصناعي صهر المعادن، إحنا قلناها إن هي الألومنيوم والحديد والصلب. تنقية الحديد والصلب لا، مش هتكون دي صناعة كيماوية طبعا. محركات الطائرات دي صناعة هندسية، يبقى اختار الاختيار الرابع وهو صناعة الصواريخ، ودي صناعة تمام كيماوية ذات أثر استراتيجي. نطير بسرعة على سؤال 26، ما المقصود بالتكتلات الاقتصادية؟ ايه معنى التكتلات الاقتصادية؟ التكتلات الاقتصادية، تمام، لاحظوا معايا كده، هنعد الأسئلة اللي هتيجي على درس التكتلات مع بعض. ده السؤال الأول فيها، لأن درس التكتلات من الدروس المهمة خالص. التكتلات الاقتصادية في تعريفها، التكتل الاقتصادي هو درجة من درجات التكامل التي تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيا ثقافيا اجتماعيا، تمام، واللي بتربطها مجموعة من المصالح المشتركة. خلص التعريف. درجة من درجات التكامل الاقتصادي التي تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيا وثقافيا واجتماعيا وبتربطها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة، علشان كده عملت التكتل. سؤال 27 في نقطتين. النقطة الأولى، أهمية السوق المشتركة في قيام التكتلات. أهمية السوق المشتركة في قيام التكتلات باختصار، بيتم من خلال السوق المشتركة تحرير تدفق العملة ورأس المال بين الدول الأعضاء. تحرير تدفق العملة ورأس المال بين الدول الأعضاء. النقطة الثانية محذوفة اللي هي نقطة ب، تمام. تعالوا نشوف سؤال 28، أجب عن أحد السؤالين من بين ألف وباء. اكتب المصطلح الجغرافي الدال على العبارة الآتية: مؤسسة دولية مهتمة بالتعاون الدولي وتحويل الاستثمارات لأغراض إنتاجية. طالما شفت تحويل الاستثمارات لأغراض إنتاجية يبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمام؟ طيب، السؤال اللي بعده، مؤسسة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج والعناية بالريف بصفة خاصة. دي طبعا منظمة الأغذية والزراعة أو الـ FAO أو Food and Agriculture Organization، منظمة الفاو أو منظمة الأغذية والزراعة. سؤال 29، دلل تلعب الدول أو تلعب الحدود السياسية دورا رئيسيا في الفصل بين الدول. في السؤال ده هاخد
وظيفة الفصل ما بين الدول وأحطها زي ما هي في سؤالي أو في إجابتي، تمام؟ هقول له من خلال وظيفة الفصل بين الدول بيتم ذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والمعاهدات في وثائق رسمية وموقعة على الخرائط. بعد توقيع الوثائق الرسمية على الخرائط بيتم بناء على ذلك بتوضع على الحدود، تمام، الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز الحراسة، وأخيرا بجانب المنافذ الجمركية وكذلك علامات الحدود بأشكالها وأنواعها المختلفة. لاحظوا كده في وظيفة الفصل كأني بلم الأربع مراحل بتوع الحدود وبلخصها وبكتبها، خلاص، من أول توقيع الاتفاقيات ورسم الخرائط ووضع الحواجز ونقاط التفتيش لحد المراقبة ومنافذ عبور الحد، تمام؟ سؤال 33، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا. من خصائص التخوم أنها 1 ظاهرة قانونية شرعية، صح؟ لا طبعا مش صح. ظاهرة قابلة للحركة، ممكن أحرك التخم أو الغابة أو الجبل، لا ما يمكنش إن هو يتحرك. لا توجد بها موارد طبيعية، لا دي أصل الموارد الطبيعية، بقى التلات اختيارات الأولانيين خطأ. ظاهرة غير قانونية وهو ده الاختيار الصح. سؤال 34 ملغي أو محذوف. سؤال 35 محذوف. معلش مشينا بعد 28 و29 ل 33 و34 و35، هنرجع تاني لسؤال 30. ماذا كان يحدث إذا كانت مدينة كيوتو تقع على الساحل؟ ماذا كان يحدث إذا كانت مدينة كيوتو تقع على الساحل؟ ركزوا كده معايا، دي دولة اليابان، ومدينة كيوتو مدينة داخلية. يا ترى اليابان غيرت كيوتو ليه؟ أولا غيرتها عشان هي مدينة داخلية. طيب نقلت العاصمة لفين؟ نقلتها لطوكيو الساحلية. يبقى لو كانت كيوتو على الساحل ما كانتش اليابان هتنقلها من ما كانتش اليابان هتنقل عاصمتها من كيوتو لطوكيو الساحلية. يبقى ما الأثر الناتج أو ماذا كان يحدث إذا كانت مدينة كيوتو تقع على الساحل؟ أقول لم تقوم دولة اليابان بتغيير موقعها أو موقع العاصمة من كيوتو إلى طوكيو. لم تغير دولة اليابان عاصمتها من كيوتو إلى طوكيو. سؤال 31، ما الأثر الناتج عن ظهور الشركات متعددة الجنسيات بالنسبة لمستقبل خريطة العالم السياسية؟ إيه الأثر الناتج عن ظهور الشركات متعددة الجنسيات؟ باختصار وفي سطر ونص، أثرت على تطور خريطة العالم السياسية وهددت السيادة القومية للدول المختلفة. أثرت على تطور خريطة العالم السياسية، تمام، وهددت السيادة القومية للدول المختلفة. 32، ما الأثر الناتج عن الهجرة غير الرسمية على ديموغرافية الدول؟ الهجرة الرسمية وأثرها على ديموغرافية الدول. أنا هقف يعني لحظة على الجزء ده، أنا عندي شوية مصطلحات كده زي ديموغرافية دي. وخدت من شوية إثنوغرافية. وبرضه خدت كلمة مورفولوجي. وخدت ديموغرافي، إثنوغرافي، مورفولوجي، ايديولوجي. ايه هو المقصود بالمصطلحات دي؟ مصطلحات دي ديموغرافي يعني سكاني، اثنوغرافي يعني حضاري زي اللغة والدين، مورفولوجي يعني شكل، شكل الدولة زي ما خدنا الشكل المندمج أو المستطيل، أيديولوجي يعني فكريا زي مثلا الفكر العلماني مثلا، ودي خدناها في الحدود اللي هو عدم دخول الأشخاص الغير مرغوب فيهم أيديولوجيا،
تمام. نضيف لهم استراتيجي، استراتيجي معروف يعني عسكري وذو أهمية في السلم زائد الحرب. خلاص. طيب ايه هي الآثار الديموغرافية اللي بتترتب على الهجرة الغير رسمية؟ بيقول لي هنا الهجرة الغير رسمية والهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية أثرت على ديموغرافية الدول من خلال إنها بتخل بالتوازن الديموغرافي للدول. فالهجرة الغير شرعية بتخل بالتوازن السكاني، التوازن الديموغرافي. ألاقي دولة فيها سكان بيض وسكان سود، تمام؟ ألاقي دولة فيها سكان بيتكلموا لغة ولغة، تمام؟ ده اختلاف ديموغرافي أو اختلال ديموغرافي. تاني حاجة، بتتعدد الجنسيات داخل الدولة الواحدة، وده بيؤدي إلى انتشار بعض العادات المخالفة لقيم المجتمع. انتشار بعض العادات المخالفة لقيم المجتمع. تعالوا نروح على سؤال رقم 36. الخصائص الثقافية ونجاح التكتلات الاقتصادية، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الخصائص الثقافية ونجاح التكتلات الاقتصادية؟ العلاقة بين الخصائص الثقافية ونجاح التكتلات الاقتصادية. بيقول لي هنا إنه تشابه الخصائص الثقافية لسكان دول التكتل بيعد عامل مهم بيشجع على قيام التكتل واستمراره، تمام؟ خاصة إذا كانت العمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص الإنتاجي. يبقى كل ما تشابهوا مع بعض في خصائصهم الثقافية، كل ما ده أدى إلى استمرار التكتل ونجاحه، وخاصة إذا كانت خصائص السكان على درجة عالية من الكفاءة والمهارة والتخصص الإنتاجي. سؤال 37 من الأسئلة المهمة، لاحظوا كده، ده السؤال رقم 3 من أسئلة درس التكتلات. السؤال اللي جاي سؤال رقم 4 على التكتلات الاقتصادية، تمام؟ بيقول إيه دلل؟ تعد المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد. تعد المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد. على طول هروح أقول له لأنه المفوضية الأوروبية بتقوم بمجموعة من الوظائف على رأسها واحد بتشرف على ميزانية الاتحاد والبرامج التي يوافق عليها. تاني حاجة، بتساعد أو بتشرف على الاتفاقيات والمعاهدات التي تقوم بها محكمة العدل الأوروبية. يبقى هنا بتشرف على الاتفاقيات والمعاهدات التي تقوم بها محكمة العدل الأوروبية. كمان بتمثل الاتحاد الأوروبي على المحافل الدولية. بتمثل الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية. أخيرا بتساعد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في تقديم اقتراحات بقوانين. يبقى بتقوم بتقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. تعالوا نشوف سؤال 38، سؤال 38 محذوف. سؤال 39، نركز في السؤال ده كويس. ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ تمثلت كل إنجازات وأنشطة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إنشاء، ركز كده، قوات درع الجزيرة والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. طبعا أنا عندي 4 أنشطة لمجلس التعاون، تمام؟ منهم 2 تم تحقيقهم و2 لم يتم تحقيقهم. هو هنا بيقول لي تمثلت كل إنجازات مجلس التعاون في إنشاء قوات درع الجزيرة، صح، والاتحاد الجمركي، صح، تمام. لكن طبعا هقول له العبارة صح وادي له انه النشاطين التانيين او الانجازين التانيين لسه ما تحققوش. ايه هو الانجاز اللي لسه ما تحققش؟ واحد، هقول له حيث ان مشروع العملة الموحدة لا زال العمل قائم على اصدارها ولم ينفذ حتى الان. كمان مشروع انشاء سوق خليجية مشتركة لم يتم حتى الان وهو مجرد اتحاد غرف. يبقى هنا فعلا الانجازين اللي عملتهم مؤسسة مجلس التعاون لدول الخليج العربي هم 2، مشروع قوات درع الجزيرة لحماية أمن الدول الأعضاء، وكمان الاتحاد الجمركي. وما عملتش 1،
العملة الموحدة، تمام، والسوق الخارجية وهي مجرد اتحاد غرف. بكده يكون البوكلت الأول من نماذج الوزارة 19-20 انتهى بخير وسلام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ محمود عبد الفتاح. انتظرونا إن شاء الله في حل حوالي 20 امتحان على الجغرافيا السياسية في الأيام القادمة. تتابعاً إن شاء الله هنحلهم يومياً وهننزل بيهم إن شاء الله فيديوهات وحلقات هتكون كلها على قناتكم علمتني الجغرافيا محمود عبد الفتاح. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.